العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي قد اعتبر أيضا اعتقال الصحفي سليمان ريسوني تعسفيا غير مبني على أي أساس قانوني، وكانت له نفس المطالب التي وجهت للدولة المغربية تجاه 20 كذلك وجهت للدولة المغربية تجاه سليمان ريسوني. فأدعو الأخ حسن بن نجاح لتقديمي الدرع التكريمي للصحفي المفرج عنه سليمان ريسوني. خديجة خديجة شكرا لكم ولكم على هذا الاستقبال الحفي والبادخ. شكرا لهمم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأتذكر مقالا للزميل علي أنوزلا أعتقد كان عنوانه لنتصور مغربا بدون جمعية مغربية لحقوق الإنسان. كيف كان سيكون المغرب بدون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبدون هذه الوجوه الحقوقية التي تذهب ضد التيار، ليس حبا في الذهاب ضد التيار أو المعاكسة، ولكن لأن هناك تيار حقا يأبى إلا نفسه وإلا هواه. في الحقيقة فرحتنا ناقصة بدون إطلاق جميع معتقل الرأي، معتقل الحركات الاجتماعية، معتقل السياسيين، وهذا ينم عن أن نضالنا وكساباتنا وحركاتنا يجب أن تستمر وأن تتضافر من أجل كنا نتمنى أن يكون تكون هذه الخطوة طيا لهذه النضالات حتى تكون فرصة لنضالات أخرى للبناء، ولكن للأسف نحن يعني ما زال الطريق أمامنا طويلا أعتقد، ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين ولكن لبناء أسس الدولة التي تضمن فيها الحد الأدنى من دولة الحق والقانون والدول الديمقراطية التي يعني لا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم والأسود. هل هناك مؤشرات على أن ما حدث لن يحدث؟ هل هناك مؤشرات على أن مثلا هذا الإفراج هذا هو لأنه ما معنى العفو؟ زين شكرا للعفو لمن جرى فيه ولمن ناضل من أجله أولا وثانيا ولمن بادر أو يملك سلطة سياسية في إصداره، لكن هل هذا العفو يعني طي لما جرى؟ هل نحن عفية عنا لأن مثلا لأنه فتكون فلسفة العفو ما هي؟ فلسفة العفو إما أن العقوبة أدت دورها، يا إما أن هناك تصحيح خطأ، يا إما هناك حالة إنسانية. طبعا في الحالة ديالنا ماشي حالة إنسانية، الحالة ديال مثلا الصحفيين اللي خرجنا ولا الناس اللي كيتكلموا ولا كذا وكينهضوا ماشي بحال السلفيين لأنهم داروا مراجعات، حنا ما درنا حتى شي مراجعات. أنا موقفي قبل السجن وموقفي بعد السجن، اللهم إذا ثبت لي أنني كنت مخطئا فأنا مستعد لأتراجع، ولكن لحدود الآن أنا ما زلت إذا ما عملتش مراجعة، إذا أنا ماشي حالة إنسانية، إذا هناك تصحيح للخطأ. طيب هل هناك تصحيح للخطأ فعلا؟ لا لا، لأنه اولا العفو لم يكتمل، ثانيا مباشره ما خرجنا بداو حمله الشهر القذره ابتداء من الجمعيه ديال الصحفيين، ابتداء من داك المسؤول ديال الصحافه الكبير، وصولا طبعا للاذناب والذيول ديال الجهه التي فبركت وخططت اعتقالنا الظالم التعسفي. اذا اول خطوه، لانني انا شخصيا وعندي جميع المؤشرات والدلائل على ان هذا من ذاك، هذاك اللي كيش انا في حقيقه هذه الصحافه الشهر ما كتقنعنيش حل التطبيع. التطبيع هو ان نعيد شيئا الى ما هو طبيعي. لا لا، التشهير كيفاش التشهير؟ نورمالمون صحيح لي انتيليكتويال ديفاماسيون كتقدر، ولكن هذا راه صحافه المراحيض، صحافه حشومه. شي واحد شي زميل ديالي كيقول لي صحافه الدعارة، لا حشومه، لا لا لا، شي حاجه اسوء. لان التشهير ما لا تفي بالغرض. اذا اقول على انه على الدوله والمسؤولين فيها، ولين ماشي الظاهرين، الخفيين واللي يسمونه بالدول العنيقة، أن تفكك هذا الزبل،
الزبل ديال اللي بانيه هي وكتمولوا من المال العام من المال العام ما تصورش راه عندنا ما يكفي من الدلائل شحال خسرات ديال الفلوس علينا حنا راه فلوس الفقراء فلوس الشعب فلوس علاش ولاو فينا المخسرو خسرتو ماشي عيب ماشي عيب الواحد يخسر ويقول انا خطات في هذا الشيء في هذا المسار هذا وان يضع له حد حنا ما كاين حتى شي مشكل نتصالحوا ما كاين حتى شي مشكل نتصالحوا دابا انا شخصيا نقول لك شنو بغيت نتنازل على ما عطاني ما عطاه ليش شي حقوقي ما عطاهوش يا خديجه الرياضي ولا هيومن رايتس ووتش ولا امنيستي انترناسيونال عطاه لي المقرر قضاة الامم المتحده قال لك هذا السيد هذا اعتقل تعسفيا وعلى الدول المغربيه ان تطلق سراحه فورا وان تعوضه ما كاين مشكل نتنازل على التعويض ديالي وان تحاسب عطيه لعمر بيضحك يا عمر انت عندك انت شو لمن تعطيه عطيه الموجب وان تتعهد وان تحاسب المسؤولين على الاعتقاد التاسفي الظالم هادو قضاة هادو شدوا الملفات ديالنا وصيفطوها للحكومه وجاوبت الحكومه فهمتي كيفاش في الملف ديال توفيق بو 20 خرجوا كيسبوا الرميد لانه هو اللي كان كيرد انا في الملف ديالي قام مشات جراو على داك بن سامي الوكيل العام في الدار البيضاء صافي دير ابليسيتمون هما كيعاقبوا دوك المسؤولين اللي فشلوا في الرد ومشاو في الحاله ديالي راه مشاو طعنوا ما غير مسبوقه توفيق ما داروهاش راه مشاو طعنوا في داكشي وقالت لهم القضاه انا كنأكد القضاه الامم المتحده خيرات قضاه العالم قالوا هذا اعتقال تحكمي يجب اطلاق سليمان الريسوني فورا وتعويضه ماليا ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله وتعهد الدولة المغربية ما قالتهاش خديجة الرياضي وعزيز غالي ما قالهاش هيومن رايتس ووتش ما قالتهاش امنيستي انترناسيونال قالوها القضاة الامم المتحدة اللي المغرب عضو فيها اذا هاد التخربيق خصو يسالي اول حاجة تسالي هاد التخربيق هذا هو يوقفوا هاد الزبل هذا هو ديال هاد اللي يسمى التشهير هاد البوندية خصهم يوقفوه وشكرا شكرا على المشاهدة اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك